أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية. استشهد 9 مدنيين في مدينة عنادان بريف حلب الشمالي بمجزرة لطيران العدوان الروسي، كما سقط 5 آخرون في مدينة حريتان بغارات مماثلة، وطال القصف حي العامرية بمدينة حلب ما أسفر عن استشهاد 5 آخرين، وقصفت قوات النظام براجمات الصواريخ قريتي مسقان ومعرسة الخان في الريف الشمالي. في حمص استشهد 3 مدنيين بينهم امرأة وجرح آخرون في قرية غرناطة ومدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي جراء قصف طيران العدوان الروسي، كما جرح مدنيون في مدينة الرستن بغارات مماثلة. وفي المقابل قصف الثوار بالصواريخ الجراد مواقع قوات النظام في قريتي كفرنان وجدرين. في ريف دمشق سقط جرحى في مدينة دوما إثر قصف من قوات النظام بالصواريخ العنقودية، في حين شن الطيران الروسي غارات على أطراف بلدتي المحمدية وحرست القنطرة دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. قتل أكثر من 15 عنصرا للنظام خلال اشتباكات مع الثوار على جبهات بلدة عتمان بريف درعا، وترافقت المعارك مع غارات روسية وقصف صاروخي ومدفعي عنيف على البلدة، وطال قصف صاروخي بلدة النحت أسفر عن سقوط شهيدين وجرح آخرين. سقط قتلى وجرحى من قوات النظام على يد الثوار في قرية الزلاقيات بريف حماء الشمالي عقب استهداف سيارتهم بقذائف الهاون، وقصف الثوار تجمعات للنظام في حاجز المغير بالمدفعية الثقيلة. وفي ريف حماء الجنوبي دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة بلدة حرب نفسه بالتزامن مع غارات للطيران الروسي على البلدة. في خبرنا الأخير قتل الثوار 15 عنصرا للنظام من قوات النظام، يعني ودمروا دبابة لهم بصاروخ تاو على جبهة سلمى بريف اللاذقية، كما قتلوا أيضا عددا آخر من عناصر النظام بكمين على جبهة الطعومة. من جهة أخرى سقط شهيد وجرح آخرون في مخيمات النازحين بريف اللاذقية الشمالي على الحدود السورية التركية جراء قصف مدفعي لقوات النظام المتمركزة في جبل التركمان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.